شفت بقى؟ يعني شاهين هو اللي اتفق مع الكلب التاني على خيانتي. أكيد، طالما الكتابة جايبانا هنا يبقى المكان ده فيه دليل براءتنا. يا راجل ايه يا يوسف؟ راحت عليك ولا ايه؟ ايه بس الكلام اللي انت بتقوله ده بس يا شاهين؟ انت تعرف عني كده؟ انا عارف تسفرني بره ولا عارف تطلع حتتين اثار؟ فين يوسف بتاع زمان؟ لو كونتينر كان زمانه طلع من غير ما حد يحس بيه. يا راجل ما كل وقت وله ظروف. اليومين دول الدنيا شد، لا برا ولا بحرا ولا جوا حاجه بتسلك، بس احنا شغالين وبعون الله هتسلك وتبقى زي العسل. المهم ننجز، بدوي لو عطر فيا مش هيرحمني. بقول لك ايه، كلامك ده بيزعلني بصراحه. بدوي مين ده اللي انت عامل له قيمه واعتبار؟ انت فين وهو فين؟ انت اكبر منه بكتير يا شاهين. ما انا شايف برضو كده يا يوسف، سير زاق والله. يلا ربنا ياخده زي ما خد اخته، خلصني من العيله الزباله دي. ربنا ياخدنا انا يا شاهين. يعني انت عايزني اموت؟ ايه يا شاهين؟ لا استنى فتح. استنى استنى ايه؟ اه والله انا هطلع اخد حق بلدي ووقتي. مش صح، واخته كمان زباله. اجيل جيل يا عملي الاسود بدوي. انا لو طلعنا من هنا عايشين هعمل من جلد وشه طبل. المكان اللي جايب الزجزاج ده انا تهت. فكل ده يطلع منك يا شاهين الكلب. شاهين الكلب؟ انت بتغلط وانت متثبت؟ انت لسه بق حتى وانت بتموت. انا مش بق، انا بتاع افعال وتنفيذ وانت عارف. كان زمان بدوي المرعب ده خلاص راحت عليه، دلوقتي بدوي الهلهوله. انا هلهوله؟ ايوه هلهوله. نفسي اعرف انت عملت كده ليه. حقي بذات مشاركتك وخسرتني كل حاجه. رحت الكمال واتفقت معاه على ضعف النسبه اللي انت اتفقت عليها وزودته حتى عشان يخلص على الناس اللي جابت البضاعة. شهادة لله الواد طلع وافي قوي، ما رضاش يبيعك إلا لما دفعت له. قال دراعك اليمين قال. ما هو واطي زيك، بس هو بقى ضحك عليك وخد المصلحة كلها لنفسه. ما أنا طلعت أوطى منك. عدرت فيه وخدت البضاعة وخلصت عليه. على فكرة كمان لسه عايش. عادي، أنا ليا ثلاث محاولات، هموته في المحاولة الجاية. ودلوقتي بقى أقدر أقول لك يا أبو نسب بالوداع. لو انك ما تستاهلهاش اسلم لي على حد. اتحرك مكانك. ايه ده؟ انا طلعت عوطه منكم كلكم وبلغت البوليس. انا عارف تسفرني بره ولا عارف تطلع حتتين اثار. الو تعالى يا فندم، احنا كده براءه من جريمه القتل. جريمه قتل ايه يا بابا؟ ما احنا شفتك يا فندم اللي كنا في المعادي ساعه لما كانوا بيصلوا وحصل لما قتلوهم. ثواني يا بابا، جريمه القتل اللي حصلت في حدائق المعادي يا فندم دي كانت مشهوره جدا. ايوه يا فندم، ده الفيديو عامل على اليوتيوب 2 مليون مشاهده. ايوه انا عارف جريمه القتل دي، بس انتوا مين قال لكم ان انتوا متهمين فيها اصلا؟ يا فندم هو لما حصل اللي حصل بدوي قال لنا هربوا عشان ما تلبسناش، فاسمع لك كلامه. مش وقت مصداقيه يا جلجي. مش ده اللي حصل. طارق بيه كلم مباحث المعادي وتاكد لي من الموضوع ده. تمام. منك لله بدوي بتتاجر في الاثار وعايز تلبسها لنا؟ مفيش هفك. الله الله الله، انت بقى بتتاجر في الاثار يا حبيبي. لا لا، دي انتيكات. لا يا فندم، بيتاجر في الاثار. الراجل ده انا كنت مشاركه وعارف عنه كل حاجه، بيتاجر في الاثار وفي المخدرات، وانا شاهد على كل اللي عمله وعندي استعداد اعترف. خلونا نقول اللي عندنا بقى. تمام، من الواضح كده ان انتوا عندكم لبس. انتوا هتيجوا معانا النيابه ناخد اقوالكم. انت بقى بدوي الزنوكي؟ حسب ده، انت السي في بتاعك مليان قوي. انت بقى هتشرفنا شويه. خدوهم يلا.